إن الجزائر وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن ستعملان سوياً على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص، والذي يعاني من الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني.